صباح تونسي. صباح تونسي معكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. بعد لحظات نفهم أكثر وضعية انتشار فيروس الكورونا بتونس، الآن نوصل إلى أرقام تعتبر مقلقة نوعا ما، لأنه فما عديد حالات عدوى محلية. شنو الحكاية بالضبط وين نحن توا بالتحديد؟ الدكتورة حنان طيوري بن عيسى، رئيس قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة، أستاذة في الأمراض الجرثومية وعضوة باللجنة العلمية لانتشار فيروس الكورونا، تكون معنا بعد شوية على المباشر. كنا تحدثنا يوم أمس وعرفنا الوضعية في القيروان وكذلك في ولاية جابس، نعود نرجع اليوم في جولتنا في القيروان وكذلك في مدنين باش نعرفوا آخر الأخبار وشنية الوضع بالضبط، هل فما تزايد وإلا استقرار في حالات العدوى المحلية. هذية ما باش نعرفوها بعد شوية، هذيك علاش نطلب منكم إنكم تتبعونا في هالمساحة هذية الخدمتية لتقوى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. البارح صارت ندوة صحفية في وزارة الصحة وكانت فما عبارة تعاودت أكثر من مرة، هي التعايش مع المرض. هذه هي الوضعية في المستقبل والحاضر كذلك. ما معنى تعايش مع الفيروس؟ دكتورة حنان طيوري بن عيسى، صباح النور. صباح الخير مدام مجد، نهارك زين. نهارك زين. دكتورة، التعايش ما معنى اللي ركزتوا عليه انتوما كأعضاء للجنة العلمية لمقاومة انتشار فيروس الكورونا؟ شو معنى؟ يعطيك صح، جوست باش نفسر نقول اللي ملي بدات الابيديمي في مارس فيفري صارت لنا وقتها في تونس، واش عملنا؟ لما برشا طرق توخيناهم باش وقفنا هالابيديمي هذيا. قلنا وقتها راهو لو فيروس راهو ممشاش، راهو مازال موجود يسيركول انكور، واكدنا برشا مرات على المواطن باش اكلي لبسين الماسك وخاصين يدين وكل لي زابيتود اللي حفظناهم في البيريود هذوك متى بينا نكملوا فيهم. علاش؟ خاطر انا جوست نفكركم تري رابيدمون شنو هما لي زيليمون تاع استراتيجي نتاعنا. اكيد الماسك والديستانسياسيون فيزيك والخاصين يدين برشا مرات فنها، لكن ثم اكيد ثم اسكون ابل اكل لو ديبيستاج la veille active. Nous marchons sur place, on fait des dépistages, on arme des enquêtes, etc. Nous sommes deux sachets qui ont amené à nous et qui ont été en train de faire les frontières. وقت سكرت الحدود، سكر الحدود، الحجر الصحي الشامل، أربع جمعات كونفينمون جينيراليزي. أكيد هذا الكل عاوننا باش لو فيروس ما نقولوش مشى، لكن وقصينا على السيركولاسيون. لكن يظهر لي العباد الكل شافت لي استراتيجي اللي عملناها داكورد، وعطات الاكله نتاعها، لكن ما ننساوش اللي عطات كمان دي كونسيكونس نيفاس، دي كونسيكونس خايبين، تداعيات اقتصاديه واجتماعيه اقتصاديه. ويظهر لي عالم نجمه اوكي، مش على تونس برك. دونك هذايا لو كوتي هذايا ما نجموش زاد اون بلوس نقعد حياتنا كامله لي فرونتيير فيرمي، امبوسيبل. هذا حتى العالم نجم مش معقول. دونك افيك دو ركول ونعرفوا اللي لو فيروس هذايا كان يل با سيركولي طونك ما فماش فاكسان، طونك ما فماش دواء باش يقضي عليه الفيروس هذا، راهو باش يعيش معنا. يعني باش نقولوا باش نقولوا باش نقعدوا نعيشوا في حلقه مفرغه. نتعايشوا، ريت الكلمه هذه لا كوابيتاسيون، ريت باش نتعايشوا. جوست نفكرك حاجه برك مدام، نعطيك اكزومبل. ريت تفكر وقتها صارت لا غريب اشاينا 2009، من العباد خايفه وكل، بعد تعايشنا مع جا لو فاكسان وينا كل مره نعملوا فاكسان اتسيتيرا. توا نرجع للكام تاع لو سارس كوف اللي هو الكوفيد 19 باش نحاولوا، ايتون دوني كو مازال ما فماش فاكسان، ايتون دوني كو الطرق نتاع هذه التفكير لي فرونتيير والكونفينمون جينيراليزي ماهوش معقول باش نعملوها بصفه يعني على طول. شنو لازم نعملوا؟ لو فيروس موجود معنا، شنو نعملوا؟ لازم نحاولوا نتعايشوا معاه. شنو معناه نتعايشوا معاه؟ هو موجود، هو يفرض نفسه. مش احنا فارضين، هو يفرض نفسه وعنده ان بوفوار دو بروباغاسيون تري تري امبورتون، معناها هو ينتشر بسرعه. الانسان بصفه غريبه، شنو نعملوا احنا؟ احنا باش نتعايشوا معاه، لكن باش نحاولوا ندافعوا على بعضنا، اون فا سو بروتيجي. لو فيروس موجود ما تنجمش ما تمنعوش، دونك احنا باش نعملوا؟
باش نعملوا دو لا بريفونسيون. كيفاش ريت لي ميثود اللي استعملناهم الكل، اللبسان الواقي والخلفان اليدين برشا مرات في النهار وقت تباعد لا ديستانساسيون فيزيك، هذيك هذاك باش شنو البوت نتاعك، شنو الاوبجيكتيف نتاعك اللي لو نومبر دو كا باش يوقف ما تقعش ترانسميسيون برشا باش ما يقعدناش دي كا غراف وباش نقصوا في عدد الوفيات. دونك هذا الاوبجيكتيف نتاع استراتيجي اللي اسمها لا استراتيجي دو كوابيتاسيون. يعني ما يلزمناش نمرضوا، يعني احنا باش نمرضوا اذا كان مرضنا ما يلزمش نمرضوا في الوقت نفسه، وتكون فما يعني هكا الكورب تكون ملائمه مع البنيه التحتيه نتاعنا. مش يكونوا ديبوردي ديباسي، هذاك الاوبجيكتيف نتاعك. شو الفيروس موجود، رانا راهو يفرض نفسه، الفيروس راهو موجود بي. احنا باش ندافع على رواحنا يلزمنا لو بور دو ماسك اللي اوبليغاتوار، راهو مهما انسان يحب يحمي روحه ويحمي الانسان اللي معاه سورتو لي بيرسون دا سيرتان اج، لي بيرسون اللي عندهم مشاكل في الصحه نتاعهم، اذا نحبوا نحميهم نلبسوا الماسك. علاش خاطر الماسك؟ البحوث العلميه ظهرت اللي لبسان الماسك ينقص بصفه كبيره برشا لا ترانسميسيون دو فيروس. هذا هو تعايش دكتوره حنان تيوري بن عيسى، نذكر انك رئيس قسم الامراض الجرثوميه بمستشفى الرابطه وعضو باللجنه العلميه لمقاومه انتشار فيروس الكورونا. التعايش ايش معناها؟ معناها نستني وحتى لين نلقاو هالفاكسان نبقاو نلبسوا البافيت، نطهروا اليدين، نغسلوا اليدين ونتباعدوا جسديا، نبعدوا عن المناطق المكتظه. راهو جو سيك سي ديفيسيل، نعرف اللي برشا مش قابلين هالحكايه، يظهر لي يلزمهم يقبلوها. راهو يفوا ان شانجمون دو كومبورتمون نتاع لو سيتويان تونيزيان، يلزموا يفهم يلزموا يستوعب اللي هذوك الطرق اللي عندنا توا باش نتجنبوا هالمرض هذا. دكتوره تيويري باش نكونوا واضحين، الكلام اللي تقول فيه نظريا معقول ممكن، ولكن الواقع يقول غير هذايا. وانت لاحظت معناها فما مناطق توا ولاو دي كلوستير، معناها مناطق اللي فيها عدوى محليه وسريعه برشا لهنا. وهذاك علاش انا ناكد ونعملوا اذا ماذا بينا كنا كاطباء كانتوما عالميين وبارك الله فيكم تعاونونا باش توصلوا المعلومه، ماذا بينا ناكدوا على المواطن اللي السلوك نتاعو يلزمهم تتبدل، يلزم يقبل الفيروس راهو موجود. ما نقولش لا انا راني جو سي كوفير ما يجينيش الفيروس ولا ما يجرى لي حتى شيء. لا، خاطر ولو هو ما يجرى له حتى شيء، خاطر باسكو لي جون يلفا بوفوار بورتي، ما ينساش اللي هو ينجم يعدي امه، ينجم يعدي بوه، وساعات ينجم يتسبب في كارثه. ماذا بينا نكونوا واعيين. لكن ما كانش هذايا ممكن، فما نقطه يلزمنا نحكيو فيها وما نطولش عليك برشا دكتوره تيويري. المواطنين الراجعين من الخارج، سواء اللي سافروا ورجعوا والا اللي عايشين لبرا، هنا ما عادش نحبوا نستعملوا كلمه الوافدين لانها ولات تقلق وتجرح المواطنين وجاليتنا العايشه في الخارج. المواطنين اللي هما عبروا الحدود في اتجاه تونس وإلا خارجين من تونس، خاصة اللي داخلين لتونس مش الكلهم التزموا بالحجر الصحي اللي انتوما معناها ألحيتوا عليه وألزمتوه، خاصة القادمين من المناطق البرتقالية مثلا. ريت كلمتك رجعت لها، ريت قلت كلمة الوافدين ما عادش نحبوها. علاش؟ دونك هذاك علاش ما عادش نجموا نسكروا لي فرونتيغ نتاعنا، هذوك متوانسة، هذوك ولو حتى أجنبيين وجايين مرحبا بهم، لكن يلزمهم يطبقوا لي ريكومونداسيون تاع لا استراتيجي نتاعنا. ما طبقوش روحهم ويحميو غيرهم. ما طبقوش شنو نعملوا؟ وهذيك المشكله الكبيره. اي هذاك علاش نقول ونعاود، راهو يلزمنا نعملوا على لا ريسبونسابيليتي دو سيتويان، معناها هو يكون واعي، يكون ريسبونسابل، ما يستهترش كيما تتفكرك الحاله نتاع المراه اللي خرجت من الكونفينمون وصارت مشاكل اتسيتيرا. دونك ماذا بينا وناكدوا برشا على الوعي نتاع المواطن، يعيشكم راهو الفيروس راهو موجود، ميم سي ماهوش باش يعديك انت، ماهوش باش يقلقك انت برشا، راه ما تنساش اللي معاك ينجموا يتقلقوا برشا ويمرضوا ويوصلوا لديكا غراف باغفوا. المواطنين الراجعين اذا ثم دي ريكومونداسيون نطبقوهم، اذا نقولوا مثلا زون اورانج 14 يوم في داره ولا 14 يوم في كونفينمون لا ويلفو يبدا وحده، راهو سي لو كونفينمون راهو وحده، راهو مش يخرج يحوس ويرجع قال شنو هاني في الدار. راهو ما كانش فك الخرجه هذيك ينجم هو يعدي برشا من الناس. هذاك علاش سيادتك تحكي على كلوستر وما كلوستر، كيف صاروا؟ على خاطر سيادتهم ما طبقوش الحجر الصحي اللي نحكيو عليه. دونك فوالا فاش تسبوا. دكتوره هذاك علاش ونأكد ونعاود برشا ناس
تقول ماذا بينا راهو كيلكو سوا اكس راهو كيلكو سوا كونفينمون مش كونفينمون راهو لو بور دو ماس ايت اون شوز تري امبورطون انه ما يتعاقبش الشخص اللي ما التزمش بالحجر الصحي هو اللي قلق البعض برشا ناس معناها باش نعملوا انا جون دو بوليس على هذايا مش معقول وهذاك علاش نقول يلزم نعملوا على الوعي تاع المواطن الوعي يلزم هو يحس روح يحس بالمسؤوليه مش معقول وبابا زاد لو تريتي على تريك مش معقول ماذا بينا هو يفهم ويستوعب اللي راهو الحاجه هذيك يلزم يعملها بور ايفيتي جوستومون لا كونتاميناسيون تاع اللي بحذاه وتاع اللي اعز الناس ليه واضح تاع الناس اللي بحذاه واضح. شكرا لك دكتورة حنان تيويري بن عيسى. نذكر انك رئيس قسم الامراض الجرثومية بمستشفى الرابطة عضوة باللجنة العلمية لمقاومة انتشار فيروس الكورونا. في نهاية الامر اذا كان الاخر لم يحترم الاجراءات الاحترازية والوقائية انت احترمها على الاقل. حاول انه نلبسوا البافيت خاصة في المناطق الفضائيات المسكرة المكيفة المكتظة كذلك غسل الأيدي وتطهيرها كذلك والتباعد الجسدي معنا ما نزيدوا هذا يلزم انتم تقوموا به بالله بربي السلام بالبوس وباليدين وكل اللي قاعدين نشوفوا فيه بالله ننساوه شويه يتغشوا الناس كي ما تسلمش عليهم نعرف. دكتور لا مثل وهذاك علاش يفوا ان شانجمون دو كومبورتمون هذيك المشكله الكبيره في تونس يلزم يبدل السلوك نتاعو يلزم توا في الفتره هذيا مادامو يجينا الفاكسان بحول الله يلزمنا نغيروا في السلوك نتاعنا ونطبقوا لي ريكومونداسيون نحكي عليهم توا وانت اونكور اون فوا بارك الله فيكم انت يعطيك الصحه شكرا لك توصلونا باش توصلونا المعلومة السهلة والمعلومة اللي ماذا بينا يكون واعي بها المواطن في انتظار الفاكسان في انتظار الفاكسان تباعد جسدي غسل الأيدي تطهير الأيدي الكمامة الحذر. شكرا لك دكتورة والرسامبلومون ماذا بينا لا والعروسات والقهاوي مشكلة دوتفاسون في القهاوي تمام خرج القرار ديجا dans les zones confinées mais ils aiment ça surtout que chicha دي اف كبيره خاطر ديجا هو يبدا قريب واحد القريب ينجم يتعدى اون بلوس الشيشه تتعدى من فم الفم دونك هذيك العدوى تكون اكثر هذه من بين المساوئ طبعا ماذا بينا الشيشه تتنحى في كل معناها للاسواب الكل مش حتى الكوفيد 19. شكرا لك يا دكتوره يعطيك الصحه ونقول لك عيدك مبروك عيد المرأة التونسية اليوم مبروك. عيد مبروك تونس الكل إن شاء الله. شكرا لك شكرا لك يعني. إلى اللقاء 21 دقيقة هكا احنا حاولنا نفهم شو معناها باش نتعايشوا مع فيروس الكورونا ما عادش فما تسكير الحدود هذا يفهمناه. إذا كان نحبوا نحميوا أنفسنا نحميوا أهالينا نحاولوا أنه نحافظوا على عادة الكمامات في الفضاءات المغلقة خاصة الفضاءات التجارية محطات النقل الكل البري الجوي والبحري تطهير الأيدي غسل الأيدي تو نحكيوا عليها من بعد كيفاش نقوموا بتطهير الأيدي صحيح معقم لكن بعد 5 استعمالات يلزم غسل الأيدي لهنا تقولوا لي مش موجودة ديما سبالة وصابون هذا صحيح زادة يلزمنا احنا زادة نبدلوا برشا عقليات خاصة في المنشآت وفي المؤسسات ككل. نرجع بكم للغنيات كان تسمحوا ومن بعد باش تكون حاضرة معنا دكتورة فاطمة التميمي اللي هي طبيبة صحة عمومية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. الصحة الإنجابية موضوعنا في سؤال دكتورة